صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 103 لسنة 2019 بتعيين وكيل مساعد في وزارة المواصلات والاتصالات وجاء في المادة الأولى من المرسوم يعين السيد حسين أحمد آل شعيل وكيلا مساعدا للنقل الجوي وسلامة أمن الطيران في وزارة المواصلات والاتصالات